على كل حال للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أحمد فتحي مدير بشركة تذكرتي. أستاذ أحمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني مزيد من التفاصيل للسادة المشاهدين عن دور شركة تذكرتي في ما يتعلق بتنظيم حجز التذاكر لحضور مباراة مصر والسنغال. أهلا وسهلا بفندم وضيوف حضرتك الكرام. أحب في الأول أقدم دور شركة تذكرتي. احنا شركة مقدمة لخدمة التذاكر بنفذ كل تعليمات المنظم، وليس لي اي علاقة بالتسعير او اي اجراءات داخلية للاستاد من اي نوع. انا دوري فحص التذاكر وتوجيه الجماهير، عشان اي حاجة بتحصل بالنسبة في الاستاد الناس بيرجعوا تاني بيهاجموا شركة تذكرتي. احنا ملناش اي دخل باي اجراءات غير التذاكر وتوجيه الجماهير، ده رقم واحد. تمام يا فندم. ايوه اتفضل يا فندم. ايوه مع حضرتك. ثاني حاجه يا فندم، حصل امس كده زي حاجه في الموقع ما عجبتش الساده المتابعين او الساده اللي زاروا، ده كان ليه سبب ان 30 مليون مستخدم في وقت واحد كانوا بيزوروا موقع تذكرتي. فده اللي خلى يعني حدوث عدم قدره على الحجز على الموقع، الضغط من اكتر من مواطن في نفس التوقيت. استاذ احمد تقصد؟ مظبوط يا فندم. احنا في امم افريقيا كان وصلنا ل 10 مليون مستخدم، فده ضعفين العدد. فطبعا ده حاجه محتاجه سيرفرات قويه جدا، يعني فيسبوك في مصر 45 مليون مستخدم او مشترك، واكيد كلهم ما بيخشوش مع بعض الفيسبوك. فتخيل حضرتك ان 30 مليون مستخدم في وقت واحد. ولكن تمت السيطره على الموضوع وضعفنا في السيرفرات، والوضع اتحسن تماما دلوقتي. احنا شغالين بقوه 100% تقريبا. طب الوضع اتحسن، هل في تغيير طرأ يا استاذ احمد على طريقه الحجز، ولا طريقه الحجز زي ما هي باستخدام الفان اي دي اللي موجود مع المشجع مع المواطن؟ ما زالت يا فندم، ما زالت نفس طريقه الحجز اللي احنا شغالين بيها، هي الفان اي دي، وبناء عليه بيحجز التذكره. بس احنا شغالين في بطوله امم في الماتش مصر والسنغال ان شاء الله عن طريق الطروح للتذاكر. فاحنا عندنا طرح اول وثاني وثالث زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمه، ان الطرح الاول تم انتهاءه بالكامل 17000 تذكره. وفكره الطروح دي ليها كذا هدف، ليها كذا هدف احنا بنعمله. اول حاجه قرارات السيد معالي رئيس الوزراء بمنع التكدسات. ثاني حاجة مبدأ تكافؤ الفرص في الحجز، لأن احنا لو فتحنا 60000 أو 70000 ساعة في الاستاد هيخلصوا الساعة من الإقبال الناس، فاحنا طبعا عايزين ندي فرصة للناس بالكامل. ثاني حاجة إن احنا بنوزع على 12 فرع، ولو عملنا ال 12 فرع طرحنا كل التذاكر 60000 أو 70000 تذكرة دي هتسبب طبعا مشاكل أمنية وصحية، فاحنا بنحافظ على الجمهور عن طريق نظام الاستاد. طيب استاذ احمد، يعني يمكن اخيرا حضرتك بدات كلامك بان شركه تذكرتي مسؤوله عن فحص التذاكر، مسؤوله عن توجيه الجمهور، هل في تعليمات نقدر نقولها للساده المشاهدين اللي حجزوا في الطروح الاولى او اللي هيحجزوا ممكن يتبعوها عند الحجز وكمان في المباراه؟ تمام يا فندم. انا فرصه برضو ان انا مع حضرتك في البرنامج ان انا اناشد الجمهور اللي حجز تذاكر انه يستلم في اسرع وقت عشان يقدر يسيب مكان لباقي الساده الجماهير اللي هيحجزوا تاني تذاكر. تاني حاجة، أي تعليمات تخص الاستاد احنا بننشرها دايما على السوشيال ميديا على صفحات تذكرتي. فيها كل التعليمات اللي لازم الجمهور يتبعها. وأي مشكلة بتقابل أي حد في الحجز المشكلة برضو يقدر يتابع السوشيال ميديا بتاعتنا هيقدر يحل المشكلة. يعني كل التعليمات موجودة على صفحات حضرتكم على السوشيال ميديا. على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أحمد فتحي مدير بشركة تذكرتي، شكرا جزيلا لحضرتك.